مشاهدي جالية عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من امام عمالة اقليم سيدي سليمان. اذا الان حنا كنتواجدوا الطريق الوطني رقم 4، اذا اشغال جاريه على قدم وساق بحلول السيد العامل الجديد للاقليم حق الله يعز الحكام. كنشوفوا اليوم مجهودات كبيره كيقوموا بها شركه النظافه، كذلك نازل الانعاش الوطني اللي كيقوموا بواحد المجهودات كبيره وجباره. اذا السيد العامل حقا اليوم اللي دخل مبارك على مدينه سليمان، واول حاجه دار هي تنقيه وتنظيف اهم الشوارع. اليوم كتواجدوا على الطريق الوطنيه رقم 4. اذا كما كنشوفوا الاعمال جاريه على قدم وساق. معنا السي عزيز. السلام عليكم السي عزيز. السلام عليكم، بخير؟ تبارك الله عليك. كيداير اخويا؟ بخير. جمعه مباركه سعيده. اولا كنشكر السي حسان على السهر ديال هاد زعما اللي ديما غير على المدينه. حنتوما كتشوفوا انت بحلول السيد العامل اللي جا لمدينه سليمان من ارقى مدينه الى اكفس مدينه. حنا تنطلبوا من الله، حنا ما نتمناو ليه غير التيسير ونتمناو ليه الصحه والعمل، وكنطلبوا لسيدنا وطالبوا لجلاله الملك الصحه والعافيه. هانتوما كتشوفوا المدينه كيف دايره، كلها مدمره، كلها مدمره، كمال وسخ كل شيء. حتى جا دابا هاد السيد العامل عاد ناضو كيخدموا وكيجريو وكينقيو وكيديروا وكيفعلوا. انا اللي كنتسائل هو شحال هادي، علاش زعما ما نقاوش قبل ما يجي السيد العامل؟ تيجي السيد العامل امر وما عرفش. فين هو رئيس المجلس البلدي؟ فين هو السيد الباشا؟ فين هما مجموعه الجماعات؟ فين هو هذا؟ شو ما عار صاحبي نشوفوا هذه المدينه في هذه الحاله كيداير. انت دابا فتاجا العامل قدام العماله شو كيداير؟ انت الشوك والطلح ها هو يعطيك عبر. شوف هذا الشيء، انا والله الا زعما تنبوز لهذا السيد العامل، تنقول الله يكون حسن عوانك وزير الصمته. اليوم تنشوفوا المدينه كبيره كيقوموا بها شركه النظافه من خلال هذا التنقيه. تنشوفوا الانزال كبير ديال عمال النظافه اليوم، تنشوفوا امور غادي على قدم وساق. علاش ما يداش هذا الشيء ديما؟ حتى اليوم تنشوفوا التعليمات كبيره ديال السيد عامل الاقليم اللي جا من مدينه اكادير الى مدينه سيدي سليمان. وحنا كنشوفوا دابا لان تنشوفوا الناس علاش شحال ما خدموش، علاش ما ناوضوش حتى لدابا. حتى جا السيد العامل عاد بداو تيتحركوا وكيجريو وكينقيو وكيديروا هنا. حنا تنحملوا المسؤوليه للسيد المجلس البلدي، رئيس المجلس البلدي، والسيد الباشا، والسيد ديال النظافه، رئيس النظافه اللي شحال هذه كدي مليار و800 مليون. وشوف المدينه كي دايره، مليار و800 مليون ما كيخلينا حتى الفائض باش نشوفوا هذه المدينه. انت شوف دابا كيفاش نقاو هذه الدنيا، الطريق صافي ليا تنقاو. حنا السيد العامل تنشكرك من هذه الدرجه، حنا معاك الا خدمتي، الا خدمتي حنا معاك ونقيتينا المدينه، حنا معاك في جنبك. اللي باش تشوفوا التقليم ديال الاشجار، تنشوفوا وهي المدينه كلها مدمره. وشوف والله يحسن العوان، المدينه كلها مدمره، كلها مدمره. طو انت الطريق عاوني قدام العماله كي دايره. ها الطريق الطريق شحال من مره خصوا ليها الميزانيه وتترفض، ما فهمتش انايا. انت كتشوف المدينه دابا شحال من مره كتصاب باش نديروا ليها الطريق وما كتصاغرش بخطره، وما كتصاغرش بخطره. حنا اللي كنطلبوا من شوفوا توفير الشاحنات ديال الاسبال، شفنا هذا ديال الضوء، شفنا كيعلقوا الرايات بمناسبه المسيره الخضراء. اليوم انتم كمجتمع مدني كيف شفتك الان الوضعيه بحلول السيد عامل الاقليم الجديد على مدينه سليمان؟ وحنا كنتمناو وتنتمناو الله يعاونه ويكون في سوداد، وتنطلبوا من السيد الوالي حتى هو يعطيه يد المساعده للسيد العامل، لان المدينه راه مكرفسه. كيفاش غيكون واحد السيد جا من ارقى مدينه هي اكادير وجا لاكفس مدينه؟ هي انت كتشوف كيداير، لا طرقان، لا بنيه تحتيه، لا نظافه، لا حتى شي حاجه ما كاينه. قول غيبدا المدينه عاد من جديد. حنا اللي تنقول لك حنايا تنطلبوا هاد الناس اللي منتخبين يعاونوا السيد العامل. نوضوا تقعدوا، خرجوا من البيروات ديالكم ونوضوا حزوا على نفسكم، راه الناس صوتت عليكم باش تنقيو ليها المدينه، باش تنقيو المدينه، ما تخليوش في هاد الحاله. حنا حتى يجي واحد السيد عاد نديروا، علاش حنا ما كانوش عندنا مسؤولين قبل؟
علاش ما خدموش؟ هذوك الناس خصهم يتحاسبوا، خصهم يتحاسبوا. علاش ما خدمتيش؟ علاش تيجي هذا السيد عاد بدا ينقل 2024؟ المهم انا كنشكر العامل الاول اللي مشى، راه دار شي بركه صاحبنا هذاك الشارع وهذاك الشيء. هذا اللي جا ما دار حتى نبقى، ما دار حتى حاجه، وحنا هذا كنتمناو منه، كنتمناو فيه الخير. كيفاش دوزتوا 8 سنين ديال الاعجاب؟ واش اللي جا تيقول لك واش هذه مدينه ولا قريه؟ اللي جا تيقول لك واش ما عندكمش ناس مسؤولين؟ واش ما كيدوزوش يشوفوا؟ وراه كيحملوا تيحملهم جلاله الملك مسؤوليه وكيحلفهم وكيجيو لهنا كيدخلوا البيروات ديالهم وكينعسوا. سمعنا بان السيد العام الجديد دار واحد الزياره ميدانيه يوميه، كيدير زياره ميدانيه لمدينه سليمان، ربما تيشوف النقاط السوداء ديال مدينه سليمان. ولكن سيدي كلها نقاط سوداء. وهي هي ما كايناش الخدمه، ما كاينش كاسات التكنيك، تدي مليار و800 مليون وما كتحرك الساكنه. صاحبي مليار و800 مليون وسهله، راه دير فيها كل مره، دير فيها في الفائض، حطها في الفائض، راه كل مره ندير فيها مشروع. واني ما كاينش اللي يزيرهم، ما كاينش اللي يدوي معاهم. الحشومه كتشوف شارع من الخامس، شارع حسن الثاني، وكلشي كلشي هو مرآة ديال المدينه، كنشوفوا كلهم مكرفص، ما كاينش النظافه. اسمح لي غنقول لك واحد القضيه، واش هاد الناس ديال السلطه اللي كانوا هنا واش ما كانوش تيدوروا في المدينه؟ راه تيدوروا المدينه وكنشوفوا نقاط سوداء وكنشوفوا هذا كيدير راسو هذاك صافي ما يقدش، راه عنده حق باش يهز التليفون ويعيط لمجموعه الجامعات ويقول له اودي شوف هاد النقطة السوداء هادي تتولي مدينة نقية. أنا كنت ندير ساهل هاد الشيء، هاد المدينة عندي بحال كنشرب الماء ما كيديرش، لأن علاش حشومة صاحبي؟ واش أنت مسؤول ومأدي الواجب وكتخلص وأنت جالس في البيرو ديالك وسد عليك؟ راه ماشي جلالة الملك اللي الخطاب ديالو، الخطاب ديال صاحبي جلالة راه واضح. تشوفوا مجموعة جماعات وشوفوا الجماعة الترابية اللي في الناس ديال الإنعاش، والناس ما عندهمش تجربه، ما عندهم حتى شي حاجه، ما عندهم حتى شي حاجه، ما كاينش اللي ينصحهم، ما كاينش اللي يدوي معاهم. اذا راه ناعسين، لا مازوت كيخسروا، لا هذا حتى شي حاجه، كيصدقوا اللي ربحوها راه ربحوها. حنا علاش الناس مخلصينه بمليار و800 مليون وينعس وينعس في دارو وما يديرش خدمه ويخلي النقاط السوداء؟ انا تنطلب من السيد العامل يدوز حي بحي، وهاد الهضره ديالي اللي تيقولها هذيك الساعه يعرف يدوز حي بحي ويشوف النقاط السوداء. والله الارض كلها مدمره، كل الطرق كلشي مدمر، عينا ما غوتوه، عينا ما لا في المدخل لا في المخرج. دابا تصور سي حسن ان الطرق الثنائيه اللي جايه من سيدي يحيى غتصاوب حتى لبراج البوليس، واللي جايه من سيدي قاسم غتصاوب حتى لبراج البوليس الليسي، والوسط راه مازال ما كاين حتى حاجه لحد الان، لحد الان مازال ما كاين حتى حاجه. انا تنقول لهم تقول لهم 2030 وما غدار حتى شي حاجه في سي سليمان من خطا. كاين المشروع ديال بين تقريبا من المدخل ديال مدينه سليمان الى المخرج ديال 14 مليار اللي ساهمت فيه وزاره الداخليه، ولكن ما شفنا حتى حاجه على الارض. لا هذوك راه خدامين حنا مع من البراش للبراج. من البراج للبراج هذيك راه خص لها رئيس المجلس البلدي هو اللي ينوض يدبر الشان ديالها. لا راه كاينه مشروع، راه كاين. وهي ولكن فينا هو؟ شكون اللي غينفذوا؟ شكون اللي خص اللي يجري؟ خص ولا الرئيس مخشي في البيرو ديالو بغيت يدير لك ولا ما عندوش تجربه؟ خص تكون عنده تجربه السيد رئيس المجلس البلدي وينوض يخدم، ينوض يتحرك، ينوض غير ينوض يتحرك، ينوض غير يقابل عاد كاسا تكنيك اللي كدي مليار و800 مليون. حنا اش بقاو ندويو ولا بقاو؟ اخيرا السيد العامل الجديد، حنا كنتمناو للسيد العامل الجديد حنا معاك في يديك، ونتمناو ليه الصحه والعافيه، ونتمناو ليه اي حاجه غير ينقي هذه المدينه. الا رقيتي الا لقيتي هذه المدينه حنا غنكونوا في كتافك، ما رقيتيش هذه المدينه حنا راه غنكونوا ضدك. انا الصراحه ما نخاف حتى من شي واحد. حنا السيد العامل راه عندك السيد الكاتب العام الله يعمرها دار تا هو مزيان، وإلا تعاونتو راه غتمشي للمدينة بعيد، غتمشي للمدينة بعيد. تبارك الله عليك يا سي عزيز. إذا مشاهدي جلالة العبير كما كتشوفوا أشغال جارية على قدم وساق بعد حلول العميل الجديد في المدينة. كنشوفوا هناك إنزال كبير لعمال شركة النظافة، وشيجة تخليدا للذكرى المسيرة الخضراء. كنشوفوا الرايات الآن الأعلام الوطنية الآن اللي ترفرف الفوق بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة. إذن نتمنى من العام الجديد المهام والتوفيق إن شاء الله، والمزيد من العطاء من أجل إنقاذ هذه المدينة المنكوبة اللي عرفت سنوات عجاف من خلال بعض المسؤولين سمحهم الله.
إذن مشاهدي جدار تعبير من أمام عمالة إقليم سيدي سليمان.